عن جديد مشاهدينا بنرجع نحن وياكم، ومعنا اليوم اخصائيه رولا لبوس. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم رولا. انت اخصائيه في حمايه الاطفال وعداله الاحداث. حكينا بحلقه سابقه عن هذا الموضوع، واليوم قلنا شو هي حمايه الطفل وكيف نقدر نحميه والعداله عند الاطفال. ولكن اليوم قلنا بدنا نتطرق لموضوع من سلسله مواضيع رح نحكيها نحن وياك ونترافق معك فيها، عن موضوع كيفيه حمايه الطفل بوضع الطلاق لما بيصير بين الاهل او الانفصال، واذا كانوا الاهل موجودين بالبيت مش موجودين. يعني هذا الموضوع الدقيق اليوم واللي عم نشوفه كتير. صح. اول شيء صباح الخير، اهلا وسهلا. انا مبسوطه انه رجعنا تلاقينا اليوم اكيد، وعم نحكي بموضوع للاسف صار شائع. حالات الطلاق عم تكتر، حالات الانفصال عم تكتر للاسف. بس اسمحي لي ابدا بانه بدي قبل ما الكوبل يخطو خطوه الزواج بدي اقول جمله صغيره بس لحتى نتفادى بعدين نوصل للموضوع فضل. اللي عم نحكي فيه هلا. لما بدنا نتزوج نحن بحاجه لكم هائل من المحبه قبل الحب. يعني بنحكي انه حبينا بعض، بدنا محبه مع الحب لانه في فرق بيناتهم. بدنا تفاهم، انسجام، تناغم، ثقه بين الشخصين. هول الاشياء كتير ضروريين قبل ما نفكر انه نتزوج، لانه الحب لحاله لا ما بيكفي. بيكفي ببعض الحالات بس بعدين بده ينفس اذا ما طعمنا، اذا بديكم ما زدنا عليه الثقه، التفاهم، التضحيه، الاستعداد للخطوه اللي بدنا نعملها صوب الاخر، التنازل عن بعض الاشياء اللي نحن كثير عنا اياها ستاندر، لانه هي شراكه، هي بالفعل عمليه شراكه بين شخصين. نعم. فلما بتدخلي بشراكه مع حدا بدك تعطي وتاخذي، ما فيك بس انك تاخذي، وبدك تكوني عارفه انه بدك تعطي. وقتها بيجي الولد، هيدا الطفل يلي بكامل وعينا قررنا انه نجيبه، وهيدي كتير مهمة الكلمة بكامل وعينا. يعني انا ما لا انجب طفلا لكمل صورة الزواج او لأرضي فرد من افراد العيلة او لأرضي يمكن انانيتي كشخص انه انا بدي حس انه انا بي او ام او العيلة المحيطة انه انا جبت طفل. لا، هو مسؤولية هائلة كتير كبيرة، وبدنا نكون محضرين حالنا انه في طريق طويل بدنا نمشي معه هيدا الطفل على كل المستويات، وهون المسؤولية بتزيد. يعني هون بدي انا كأم او بي بكتير من الاحيان بدي اكون عارفة وواعية انه بدي رغباتي وحياتي وانا شو حابة اعمل بهيدي اللحظة كرمال هيدا المخلوق الجديد يلي انا قررت اني انجبه. مجرد ما انا اخد القرار اني اجيب هيدا الشخص على الحياة، يعني انا مسؤولة عنه دقائق زاد. ما في اجي اتملص واطلع من المسؤولية بوقت من الاوقات او بفترة من عمره قول انا بلكي التيتا بتهتم فيه او بلكي مربية بالبيت او لا. هيدي كتير مهمة هالخبرية. بس اللي عم قوله ما بينفي انه ببعض الحالات عم نوصل للانفصال ونوصل للطلاق للأسف. هي شغلة بتصير، منا انه ما بتصير. المهم انه في كتير نقاط لازم نحكي فيها مع الطفل لحتى تمروا عملية الانفصال بشكل سلس. اول خبرية لازم نأكد انه عدم الكذب وعدم اختراع الحجج للطفل. نكون كتير صريحين قد ما كان عمره انه نحن كنا قادرين نعيش سوا وهلأ مش قادرين نعيش سوا، بس حبنا لإلك كل شخص لحاله ما تغير. بس هيدي رولا بدها تصير بمرحلة من بعد ما يتفقوا الأهل على أسس الطلاق. صح طبعا. يعني طبعاً. في أوقات أنا ما بدي أدخل بالأسس إذا بدك المادية وهديك، لا يعني بالقليلة على أسس حماية الطفل من الطلاق. بدهم يتفقوا أول شيء على شغلتين كثير مهمين، أنه اثنيناتهم بحبوا الطفل واثنيناتهم بدهم يحسسوه أنه حبهم لإله ما تغير، ما انتقر، ما له علاقة بانفصالهم. وتاني أمر كثير مهم، ما بدهم يحكوا عن بعضهم بالسوق قدامه. هيدا أخطر شيء عم بيصير بحالات الطلاق وعم يأذي الطفل كتير. هو بحب الاثنين قد بعضهم، ما فيها تجي الام تكرهه بالبي لانه بتكون عم بتشوه صورة احد الوالدين. صحيح. تجاهه. ولما بتشوه صورة ام قدام ابنه او بتشوه صورة بي قدام ابنه عم تكسري عنده شيء كتير كبير. طيب رولا، عم تكسر الثقة، الامان، قدرته بعدين على بناء شراكة مع شخص تاني بشكل سليم وصحي. ما قلنا حق نكسر
هيدا الشيء عند الطفل كرمال نرضي ببعض الاحيان مصالحنا الشخصيه او رغباتنا في حال كان في انفصال. هيدول الامرين بده يتم الاتفاق عليهم بغض النظر عن اي شيء ثاني في حال عن جد هالشخصين بهمهم امر اولادهم. طيب في حال انه صار انه تشوهت صوره احد الوالدين قدام الولد من وراء يمكن قلة إدراك الآخر، صح. أكيد بتصير من وراء قلة إدراك أكيد. ويمكن أوقات عن سوء نية أو بيكون كمان هو من الناس اللي ما عندهم هيدي اللوجيك ومش قدر يستوعب هيدي القصة، بصفي عم بكب عوام ما كان وبيتضرر الولد. كيف هيك أشخاص بدك تقدري تضبطيهم؟ هون أنا بنصح بالاستشارة النفسية. يعني نحن بالعديد من حالات الطلاق بنطلب انه الاطفال يترافقوا مع معالج نفسي او اخصائي نفسي بيكون عم بيرافقهم بهالمرحله. لا، ولكن الاهل وبساعد الاهل بيعطي ارشادات للاهل كيف ممكن يتعاملوا مع ابنهم. يعني هذا الشخص اللي عم بيكب كيف ما كان هو بحاجه لدعم كمان، يعني هو كمان ما بيضر انه يطلب الدعم النفسي او الدعم الاجتماعي لحتى يقدر شخص يرافقه بهيدي المرحله تما يكون عم بكب شمال يمين على اطفاله. لانه الخطوره هون وين؟ انه هيدا الطفل ممكن ما يعبر، ممكن ما يحكي، ما يقول شو عم بحس. مزبوط، انا اكثر شيء الحالات اللي بتخوفني هي الاطفال اللي ما بتعبر، فهون بنصير بمشكلة تانية. يعني هو عم بيخبي جوا مشاعر سلبية مكبوتة ما بنعرف كيف رح تطلع لبرا بعدين أو كيف رح ينفس عنا بأي طريقة سلبية كمان. وما في بدنا نفسر للبارتنير لهيدا الشخص اللي عم بيكره الطفل إنه الطفل منه مش هو البوك أميسار، مش هو المذنب بالخبرية، مش هو اللي بيقدر يصلح علاقتك مع الشخص التاني، هو نتيجة هالعلاقة، بس هو مش مسؤول عن تصليح هالعلاقة ومنه مسؤول عن انه يحمل ذنب هالعلاقة اذا فشلت او يعوض عليك فشل هيدي العلاقة. بدنا كتير منيح نفصل بين انا كأدولت والطفل الموجود بالنص بين هالشخصين، وكتير مهم ما نحسسه بالذنب، لانه هو مجرد انفصال اهله رح يخلق عنده شعور بالذنب. يعني يفكر انه هو خصه، بده يخلق عنده شعور بالذنب. كتير هين الولد يحس بالذنب انه انا حق علي انفصلوا، انا يمكن عملت شي غلط، انا يمكن ما حبوني ما بيحبوني مشان هيك حدا منهم بده يفل. وعادة الولاد ما بيعبروا عن هيدا الشعور. وانا حكيت بحلقة سابقة عن السيمبتوم بسيكوسوماتيك اللي بيبينوا، يعني الاشياء اللي بتبين جسديا على الطفل، اوجاع بالمعدة بالراس، ببطل يقدر يركز بالمدرسة، بتحس بيبين اوقات اشي على الجلد، اشي بيكون تفسير نفسي منه جسدي، بس منه قادر يحكي لانه ما عم بيلاقي قدامه بي او ام قادرين يسمعوه. في عندك حالات بيروح عند امه بس بتكون شغلتها تسأله عن بيه شو قال له وتكرهه فيه بدل ما تسأله لقله شو وضعه وشو عم يعمل، والعكس صحيح وقتها بيروح عند بيه كمان. فنحن عم نكسر كتير من هالطفل. انا هون اذا الاهل عن جد منهم واعيين واوقات بيفوتوا بالعملية الطلاق وبيغطسوا كتير بينسوا كيف لازم يتعاملوا مع اولادهم، ما بيضر ابدا انه نطلب استشارة نفسية. اذا نحن ما بنعرف في اخصائيين بيقدروا يرافقونا، بيقدروا يصوبوا الطريق يلي نحن ماشيين فيها. وهون بدي احكي شوي عن الانفصال يلي بيصير وقت الكابل بيقرروا انه يبقوا بنفس البيت. هي شوي خطرة لانه نحن بالعيلة عم نعطي مثل، عم نعطي صورة للطفل، ما فينا كمان نشوهها. بديك تقولي شيء؟ لا بالعكس، انا عم تلفتي لنا نظرنا لنقطة كتير مهمة، انه احنا بنفكر انه اذا انفصل هالكوبل وبقي قاعد بالبيت لمصلحة الولاد هذا شيء بينفعه، بس صحيح انه بيكون عم بيعطيه صورة خاطئة، صح. للكوبل، صح. وللعيلة، صح، لانه بطلوا عيلة. يعني وقت اللي الطفل بيشوف انه كل حدا من اهله عايش لحاله. وفعلا مرقت عنا حالات، يعني انا بعملي سابقا بمحكمة الاحداث مرق عنا حالة ملفتة جدا. الطفلة اتهمت استاذة بالتحرش، بانه تحرش فيها بالمدرسة. هيدا الطفلة من بعد علاج نفسي مطول وتقارير من المعالج النفسي بعد التحقيقات اللي قمنا فيها، اكتشفنا انه اهلها هن منفصلين وعايشين كل حدا منهم بقلب البيت بس ببارت من البيت. نعم. كل حدا بغرفة. الطفلة شافت، عم بتشوف حتى كانت البارتنير تبع امها عم يجي والشريكة تبع بي عم تجي على البيت، هن ما عم يقصدوا انه يخلوها تشوف، بس بنت 12 سنة كانت عم تقدر انه تقشع اكتر من ما اهلها عم بيحاولوا انه يخبوا عنها. ترجمت هالموضوع عندها بطريقة خاطئة وكبته اذا بدك، عملت بروجيكسون على استاذة واتهمته بشي هو ما قام فيه.
كان الملف كتير خطير فعلا، يعني كان في شخص عم تتشوه اذا بدك سمعته بالخبرية من وراء الطفل عم بيعاني، كانت طفلة عم بتعاني، منا قادرة تمد جسر تواصل مع والدتها ولا قادرة تمد جسر تواصل مع بيها، لأنه اثنيناتهم انفصلوا عايشين حياتهم بنفس البيت وشوهوا قدامها صورة العيلة وصورة الأهل يلي هن مع بعضهم. وهون بدي زيد شغلة بعد، أنه في محلات بيصيروا الأهل أنه رح أقولها بالدارج بيربحوا جميلة، يعني أنه أنا أوكي أنا بعدني عايشة هون كرمالك، أو في أهل بيقولوها لأولادهم أنه منيح بعدني عايشة معك، أنه منيح بعدني متحملة بيك كرمالك، منيح بعدني متحمل أمك كرمالك. ما فينا نحن، ما بيحق لنا نعمل هيك كأهل، لا يحق لي أنا أنه أمنن طفلي بأي شيء بعمله تجاهه لسبب واحد بس، لأنه أنا قررت أني أنجبه. هيدي المسؤولية يلي كتير ما عم بيوعولها، لما أنا بقرر أني أجيب طفل أنا هيدا قراري، أنا بتحمل مسؤولية قراري من الأول للآخر. الطفل يلي أنا جبته ما في عليه مسؤولية يشيلها عني أنا، هيدي كتير مهمة أنه بدنا نفهمها. نحن ما منجيب أطفال لحتى نرضي غرورنا ونرضي أنانيتنا وبعدين إذا بدي كمان يخدمونا مثل ما الفكرة، لا يعني في كتير ناس بعد بتقولها. فبدنا ننتبه كتير، شعور بالذنب عند الطفل، ما بدنا نكسر الصورة الحلوة للشريكين وصورة العائلة بالمجمل. الانفصال السليم الصحي أهم وأفضل من أنه يبقوا بمنزل واحد ومنفصلين بقلب المنزل، لأنه كسروا صورة البيت، بيت العائلة والكوبل اللي عايشين مع بعض. فأفضل الطفل يقشع صح، يقشع أنه هن كوبل ما لهم قادرين يكفوا، بس انفصلوا سلميا وصحيا إذا بديك تجاه الطفل، على أنه يفرجوه صورة مشوهة ومنا ثابتة قدامه، لأنه بعدين هو نحن شو عم نشوف، شو بيشوف قدامه رح يقدر يبني بعدين. إذا شاف شيء مكسور رح يبني شيء، ما رح يقدر يبني علاقة شراكة على أسس صحيحة. نعم. كيف ممكن نهيئ نحن هيدا الطفل؟ أنت قلتي بس كيف ممكن نهيئه حتى يتعايش ويقدر يعيش مع انفصال أو طلاق الأهل؟ أول شيء نهيئه قبل، يعني بدون يحكوا معه اثنيناتهم أنه نحن منحب بعضنا، كنا نحب بعض وكنا حابين نعيش مع بعض وهلأ مش قادرين نكفي سوا، يكونوا اثنيناتهم عم يحكوا معه نحن منحبك كتير. هيدا الشيء ما بيأثر، حرجع كررها ورح نضل نكررها، هيدي نضل كررها، وما بدنا نزهق من نقول للطفل نحن منحبك. هيدا الكلمة أبدا ما بدنا نزهق منها، وكل يوم بدنا نقول له إياها كل يوم. أهمية قول كلمة أنا أحبك وأهمية الهج العبطة، يعني فينا نقولها للكبير كمان أكيد. نحن بحاجة نسمعها كمان، هي هيدي والهاج كتير كتير حتى للكبار. ما ايه ما فيك تتخيلي قد ايه الهاج، قد ايه العبطة اوقات، يعني اذا الولد ما حكي مجرد ما تحبطيه ويشد عليك في شيء بوزيتيف عم يمرق منك، عم ياخذ منه النيجاتيفيتي اللي صحيح. عنده عم يرتاح. نعم. هي ريليسس، يعني بيرتاح شوي. فاول شيء بدهم يقولوا له نحن كتير منحبك وحبنا لك ما رح يتغير ولا رح يتأثر، ضروري يتطمن انه الامان يلي كان عايش فيه ما رح يتغير. الفرق الوحيد انه نحن قررنا كل حدا يعيش لحاله، يلي انت بحاجة لقله رح يضله موجود. مهم كتير انه ما يخالفوا كلمة بعضهم بعدين بالمسار، يعني اذا طلب شيء من امه قالت له لا، مش انه بيعرف انه رح يخطو من بيه لانه هن منفصلين. ضروري يضل في بيناتهم مينيموم تفاهم مينيموم تواصل كرمال يقدروا يكفوا معه صح لهيدا الطفل. بالمناسبات اللي بتخصه لقله ضروري يكونوا موجودين اثنيناتهم، يعني يحاولوا بعيد ميلاده أو القربانة يكونوا اثنيناتهم موجودين. لازم يردوا على كل أسئلته، يعني وقتها بيكونوا قاعدين معه بيخبروه انه هن رح ينفصلوا وانه رح يكونوا عايشين كل حدا ببيت، رح يكون عنده كتير أسئلة ورح يقولوا له نحن جاهزين نرد على كل أسئلتك. والسؤال يلي ما بيعرفوا يردوا عليه بيطلبوا رأي أخصائي كرمال يردوا عليه. مهم كتير انه ما يبقى في سؤال براسه هو يرد عليه لحاله أو يسأل حدا من أصحابه ويعطوه جواب خاطئ يبني عليه، ورح يضل عنده أسئلة ورح يضل يسأل انتو بطلتوا تحبوني، ماما رح تعيش مع حدا تاني، ممكن السؤال انه بابا رح يتجوز مرة تانية او ماما رح تتجوز حدا تاني. هون صرنا كمان بغير مرحلة لازم نهيئه اذا رح يكون في شريك جديد رح يفوت على العيلة، ورح اطلب من الاهل
انه دائما نبدي مصلحه اطفالنا على مصلحتنا الشخصيه، حتى لو قررنا نرتبط بعد الطلاق. هذا الشيء شوي شوي عم يضمحل، انه انا في انا بدي اعيش حياتي، لا بس في حدا تاني كمان مرتبط فيك بعده او مرتبط فيك بدك تبدي على حياتك انت. نعم. يعني ما عم اقول انه ما نعيش حياتنا، بس دائما دائما في اولويه اللي هي اطفالنا. شوي شوي عم ننسى هذا الموضوع. فهو الولد لازم يحس انه يعني فيهم هني وعم بيهيئوا يقولوا له انه رح تعيش عند، رح تنام عندي 5 ايام، رح تروح بالويك اند عند بابا او عند ماما بالقلب، يعني رح نكون نحن سوا على طول. يعني اذا ما قدرت تحكيني فيك تحكي مع بابا، اذا انا سافرت فيك تنام عند بابا. يعني في مينيموم اتفاق لازم يكون موجود كرمال الطفل يحس انه يمكن بس اللي تغير هو اللوكال. نعم. انه الاهل بس غيروا بيت لحتى يضلهم عم يعطوه صورة سليمة عن العلاقات بين الأشخاص. هلأ مش صحي إنه الأهل يقعدوا حد بعضهم للطفل؟ مش إنه منه غير صحي ومنه صحي، يعني فيها تكون إيه فيها تكون لا، بس المهم إنه ما يشوف شيء خاطئ كتير. يعني ما يقشع، مثل ما عطيت المثل اللي حكيته عن الطفلة اللي عمرها 12 سنة، قشعت اشياء ما كان لازم انها تشوفها وتشاهدها وتسمعها، ترجمتها بان عملت بروجيكسيون على شخص عم بيدرسها بالمدرسه. يعني اذا كان في علاقات مع شريك اخر، قد ما فينا تكون ديسكريت كل ما كان عمر الطفل صغير. يعني مش تصير بنفس البيت، مش تصير قدام الطفل. بدنا ننتبه كتير على هذا الموضوع لانه في كتير كابلز عم يوقعوا فيه. بالعكس اوقات اذا كانوا منفصلين وبيوتهم قريبه يمكن بيساعدوا بعض اكثر، يعني اذا حدا عنده أكيد. شغل اذا حدا، بس برجع بقول الاحترام ضروري بين الشخصين، التواصل ضروري. يعني لازم الطفل يضل شايف الاثنين محترمين بعضهم قدامه لحتى يعرف انه الاحترام بعده موجود، التواصل بعده موجود، انما يمكن هالعلاقه الحميمه انفصلت انكسرت شوي. بنكون عم نفسر له انه فيك تكون بعلاقه حميمه مع شخص بعدين وتنكسر هيدا العلاقه وتنفصله، وتدل العلاقه دل التواصل سليم وصحي ومبني على الاحترام. يعني انا بكون عم اذا بدك جزء من التربيه اللي عم بعطي اياها انه حتى هذا الحدث يلي صار المؤلم فينا نمرقه بطريقه اقل ضرر وبطريقه سلميه. رولا بس سؤال، حكينا نحن عن الأطفال وكيفية معالجة هيدا الشيء معهم، ولكن إذا في شريك من الشركاء هو ما عنده هاللوجيك أو هو بيفقد أعصابه أو هو ما عنده منطق وكنترول على حاله حتى يقدر يمشي لمصلحة الولد، كيف التعامل شريك الآخر مع هيدا الشريك؟ بده يحاول الشريك الآخر أنه هلا أول شيء بدنا نقنعه لهيدا الشخص أنه يطلب المساعدة النفسية، وما نعيب اليوم كلنا بحاجة لدعم نفسي، ما حدا صحيح. خاصة بظروف اللي عم نمر فيها. فالدعم النفسي أساسي. والأمر الثاني، الشريك الثاني بده يحاول يضل يستوعبه للشخص اللي انفصل عنه. يعني ما الجري تو ما يحكي عنه بالعاطل، ما بيحكي عنه، ولكن كيف بده يستوعب ويستوعب اللوجيك تبعه، قلة المنطق، قلة سرتو انه تداعياتها خصوصا رح تكون على الاطفال. بده يحاول يفسر للطفل، اذا بدنا نرجع للطفل، هلا هو اصلا انفصل عنه لانه عم نحكي نحن انه هي مش قادر يتفاهم معه، اكيد، ولانه نحن عم نحكي انه الاولويه هي الطفل. صح. هون مش غلط نفسر للطفل انه هيدا الامر اللي عم يعمله بيك او امك هو غلط. في بنحدد يعني هيدا الشيء اللي انقال خطا، هيدا الشيء اللي صار خطا، نحن بدنا نصلحه، والكبار كمان ممكن يغلطوا. يعني عرفت منه غلط، مش بيكون عم بيحكي عن الآخر لا 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 لا، مش التحقير والإهانة إذا بدك والذم نبتعد عنهم. يعني على الشريك أن يبتعد عن التحقير والإهانة والذم، إنما تحديد سلوك وتصرف الأب أو الأم يلي هن منفصل عنهم الشريك بأنه تصرف خطأ وسلوك خطأ يجب التراجع عنه، أو بكرة بعدين بابا أو ماما رح ينتبهوا أنه عملوا شي غلط رح يتراجعوا عنه، منه شي غلط للطفل. يعني نحن بنكون عايشين مع أطفالنا بالبيت وأنا أوقات يمكن بغلط بقلها لبنتي ماما جم إكسكيوز، أنا ما كان لازم قلك هيك، أنا بعتذر منك، أنا ما كان لازم أتصرف هيك. كمان الطفل هون بنكون عم نمرق له مساج مهم أنه الإنسان فيه غلط، في يحكي شيء غلط، المهم انه يتراجع عنه، ما فينا نضل مفرجينه كل شيء صح، لا، مهم كمان انه يعرف انه هون في شيء غلط. يعني اذا سال امه ليه عصبتي على بابا؟ ليش عيطتي عليه على التليفون؟ انا بحبه كثير، ب-
بدها تفصل، بتقول له حبك لإله شيء وانه يكون هو عم يحكي شيء غلط ولازم نصلح له اياه، هذا شيء ثاني. وفيس فيرسا يعني مع البي. طبعا أكيد. طبعا فيس فيرسا اكيد اكيد. يعني انا شوفي يعني بعطي اوقات امثله شخصيه، يعني بنتي عمرها 4 سنين بتقلي اوقات اذا كثير منعتها انه تعمل شيء فريمون عم حط حدود بتقلي تشنو مام با مثلا، بتطلع معها ايه صحيح بتحبيني، انا بنبسط انه بتقلي اياها لانه بتعطيني مجال اني مرق لها المساج اللي بدي مرق لها اياه. نعم. يعني بتذكر انه بلا لازم اذكرها انه انا كثير بحبك سناريانا فوار مع اللي عملناه. نعم. ما لها علاقة أبدا بأنه أنا ما خليتك تاكلي شوكولا كل النهار، هذا ما بيعني أنه أنا ما بحبك، ضروري. وأنا بنبسط وقتها تسألني أو أتعصب علي وتكب علي، هيدا اللي أنا بسميها ترمي علي، يعني بتطلعهم هيك بتكبهم إيه. لبرا، لأنه بتعطيني مجال أن أرجع مرق لمرة تانية قدي أنا بحبها، بس ما لها علاقة بأنه منعتها تعمل شيء هي بتحبه. يعني هيدا المساج كتير مهم. فالطفل رح يسأل بيو ليه عيطت على ماما أو ليش انفعلت عليها أو ليش غضبت عليها، أنا بحبها وبدي أروح لعندها، بيقول له أنا ما غضبت عليها. يعني بيدله ضمن إطار الاحترام. نعم. وضمن إطار خطأ وصح، صواب وخطأ، لأنه بعدنا ببروسس إذا بدك التربية. نعم. بعدنا عم نمرق مبدأ الصح والغلط، ومش رح اقول شر وخير، رح دل بالصح والغلط. نعم. نحن بدنا نقول لك ميرسي رولا، دائما الحوار معك بيخلص دغري بموضوع كثير مهم مثل هذا الموضوع. صح. اكيد بدنا نكفيه فعلا. هو ما عنده تكمله معنا هذا الموضوع. صح صح. هو عنده تداعيات كثير بعد اكثر، يعني صح فينا ممكن ندخل بتفاصيل بعد اكثر الحالات. اكيد ممكن أكيد. نعرض حالات تانية بحلقة تالية. أكيد. نفوت بالتفاصيل أكثر. أكيد أكيد. شكرا لك رولا، شكرا لكم مشاهدينا للمتابعة، بريكم نرجع.